هتكلم عن سلالة النحل الآدمي واسمها العلمي أبس ميليفرا آدمي، وسماها روتنر سنة 1975 ميلاديا، ويعني بتعرف مجازا بنحل الآدمي. وهذه التسمية نسبة إلى المربي النحل والراهب كارل آدم أو المعروف ببراذر آدم، يعني سميت هذه السلالة على اسمه. وبراذر آدم معروف بدوره الكبير في تطوير وتحسين سلالة الباكفاست. بتتواجد هذه السلالة في إحدى جزر اليونان بمنطقة البحر المتوسط، وبالتالي بنلاحظ ان هي من السلالات محدودة الانتشار، وهي بتعتبر من السلالات متوسطة الحجم غامقة اللون، وبتشبه الى حد كبير النحل الكارينيولان او النحل الكرينولي زي ما بيقال عليه يعني اللغة الدارجة. بالنسبة للبروبوليس بنجد انها قليلة في استخدام صمغ النحل او العقبر او البروبوليس، وبتشتي بشكل جيد في الطوائف الصغيرة، يعني لا تحتاج الى كمية كبيرة من الحضنة لغرض التشتية، وبتكون نشطة في بناء الطوائف مع بداية الربيع، ولا تميل هذه السلالة الى السرقة او التوهان، بالتالي لها بعض الصفات الجيدة لهذه السلالة. بنجد ايضا انها تتميز بالهدوء وكذلك الانتاج الجيد من العسل. مشكلة هذه السلالة حاليا انها حدث لها الكثير من التهجين، وبالتالي لم تعد متواجدة بصورتها النقية، أو بشكل آخر من الصعب الحصول عليها في صورة نقية، يعني رغم وجودها على جزر إلا أنها تهجنت مع أنواع سلالات أخرى من النحل. وشكرا جزيلا لحسن الاستماع.